تقدمت مملكة البحرين مع مجموعة من الدول ببند طارئ بشأن تبعات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف. بعد مناقشات مستفيضة استطاع المقترح العربي أن يسحب الوساطة من تحت من كان معارضا له، فللمرة الأولى يوافق الاتحاد البرلماني الدولي على البند الطارئ الذي تقدمت به مملكة البحرين ومجموعة من الدول لمواجهة تبعات إعلان الإدارة الأمريكية بشأن القدس وانعكاساته على السلم والأمن الدوليين. نرحب لمملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا على طرح هذا البند الطارئ من ضمن المجموعة الأربعة، ومن ثم تم التوافق وبدعم أيضا أردني منقطع النظير لهذا الموضوع. بالنسبة لنا فعلا هذا موضوع طارئ. عندما اتخذت الإدارة الأمريكية قرار ترحيل السفارة سفارة أمريكا إلى القدس الشرقية، كان هذا انتهاك صارخ لمواثيق الأمم المتحدة والقرارات الدولية التي تعتبر القدس هي مدينة محتلة، وأرجأت في اتفاقيات النقاش أو اتفاقية السلام التي تمت مع المملكة الأردنية الهاشمية إلى مرحلة الحل النهائي، بالإضافة إلى استشراء الاستيطان وكذلك أيضا مصادرة الحق الفلسطيني، ومن ثم أيضا القتل الأبرياء والأطفال والسجون الإسرائيلية أكبر دليل وشاهد على ذلك. إيمان العميق ومبادئها الأساسية في موضوع القدس وأحقية الفلسطينيين في دولتهم وعاصمتها القدس، وأيضا تدعيما للقرارات الدولية الداعمة لعروبة القدس وللمقدسات، وأيضا باعتبار أن القدس تكلمنا اليوم أنها لا تتعلق بالفلسطينيين ولكن تخص الفلسطينيين وغير الفلسطينيين والمسلمين وغير المسلمين من المسيحيين. أعتقد أن جميع المسلمين لن يصمتوا أمام القرار الأمريكي بنقل سفارة أمريكا إلى القدس وعن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الفلسطينيين، وأعتقد أنه من خلال هذا المقترح سوف يكون هناك موقف عربي إسلامي دولي للوقوف إلى جانب القضية. سويسرا قد انضمت إلى مجموعة التأييد للقرار الطارئ حول القدس، ونحن نعتقد أن من المهم جدا أن يتم إرسال رسالة واضحة من خلال الاتحاد البرلماني الدولي بأنه يجب احترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم والحفاظ على أراضيهم، خاصة فيما يتعلق بالقدس وفقا لقرارات الأمم المتحدة وميثاق العمل الدولي. إن المقترح العربي يهدف في المقام الأول إلى إبعاد المنطقة عن مزيد من التصعيد والاتجاه نحو إيجاد الحلول المناسبة للقضية الفلسطينية ودعم عملية السلام في الشرق الأوسط والتي تقوم على أساس حل الدولتين. البند الذي تقدمت به مجموعة من الدول وعلى رأسها مملكة البحرين وحظي بتوافق دولي يؤكد على الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس وحق الفلسطينيين فيها وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات القانون الدولي. سهر عصفور لتلفزيون البحرين من مقر الاتحاد البرلماني الدولي جنيف.